خير، الفنان اعتذر عن العرس ولا ايش؟ مش وقت العرس. قل لي هذا العلاج حق ايش؟ هذا يساعد على تعزيز صحة القلب والدماغ، بس ليش بتسأل؟ يعني ممكن يعمل على تنشيط الذاكرة؟ أكيد. هذه الأستاذة حنين بتديه لماجد كل يوم. يعني حنين تعرف كل شيء عن حبيب؟ أيوة، أكيد إني بتتواصل مع غياث لأنه ما بيش أحد له مصلحة بأنهم يرجعوا الذاكرة لحبيب الله هم ويكملوا مخططهم. لحظة لحظة، معك صور لحنين؟ نعم، بس من كاميرات المراقبة حق الفيلا لأني رابطها بالجوال. هذا اللي جابت حبيب لعندي للعيادة. غيث مش سهل، كيف أتصرف مع هذا البنت؟ لازم تسكت للأبد. وش قلت إنها أخت فوزي؟ بسيطة، يسكتوا الاثنين. الذي يعجبني فيك إنك ما تتركش أي أثر في أي عملية. ضروري، ما نشيش أحد يمسك علينا أي دليل. الحذر واجب.